مجلس الشعب يفتتح الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الأول بحضور الحكومة، والحلقي يؤكد أن الحوار الداخلي هو المدخل الأساسي للحل. بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم بأنفسهم نظرا لتورطهم حتى النخاع في كل تلك الأمور التي تجاوزت في سقف إجرامها الإرهاب نفسه. معسكر العدوان على سوريا ينقل حقده إلى منبر الأمم المتحدة، وأكثر من نصف العالم يعارض مشروع القرار القطري ويرى به تقويضا للحل والسلام الدوليين. بواسل قواتنا يتصدون لمحاولة عصابات الإرهاب الاعتداء على مطار أبو ظهور في إدلب وسجن حلب المركزي. حق العودة حق مقدس، إذا هم الصهيونية بتحاول تفاوض وتنسينا حق العودة هذا مرفوض. لولا صمود سوريا لكانت قضيتنا قد انتهت. في الذكرى 65 للنكبة، الفلسطينيون يؤكدون تمسكهم بحق العودة والمقاومة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.